قعد معايا وهو حزين وبيقول لي أنا أبويا وأمي مش بيحبوني، طول الوقت ضدي، كل لما أخد قرار يبقوا ضده، كل لما أقول على حاجة ما يوافقوش عليها، هما ما بيحبونيش من جوه، والموضوع مش موضوع فلوس وصرف، يعني إيه دخلوني كلية ولا دخلوني مدرسة، ده مش كفاية خالص عشان أقول إن هما بيحبوني، أنا مش حاسس بحبهم.